رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة جميلة جدا الحقيقة، انه لما بنبقى بنتكلم عن دراما رمضان اكيد بنتكلم على دراما متميزة جدا، وبتبقى بيبقى في ماراثون في رمضان. الحقيقة المسلسلات اللي بتبرز نفسها داخل الماراثون ده بتكون بالتأكيد بترجع لمخرج رائع او مخرج قادر ان هو يمسك بكل الاطراف. بنلاقي انه العمل الضخم المتكامل في كل جوانبه، سواء في المادة الدرامية اللي تتقدم من خلاله او الممثل اللي بيتقن دوره داخل المسلسل او المخرج اللي قادر يمسك جميع اطراف هذا المسلسل. اكيد احنا بنتكلم على مخرج من زمن الفن الجميل، اكيد بنتكلم على المخرج قادر ان هو يقدم لنا وجبه زي اللي شفناها في رمضان 2015 من خلال مسلسل اوراق التوت، مسلسل ديني تاريخي ضخم جدا جدا، اكيد مرهق جدا جدا، وطبعا بيبقى محتاج من المخرج يعني مجهود وتركيز وتدقيق في جميع تفاصيله. النهارده هنتكلم مع المخرج القدير منورنا النهارده في الاستوديو، ونحن سعداء جدا بقبوله واستضافتنا النهارده في نهارك سعيد، وهو المخرج القدير هاني اسماعيل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ هاني، نورتنا النهارده في نهارك سعيد. وفي الاول ببارك لك على مسلسل اوراق التوت اللي حاز على اعجاب ناس كتير جدا في رمضان، او دراما رمضان 2015. لكن السؤال هنا استاذ هاني، يعني ايه اللي شجعك انك تقوم باخراج هذا المسلسل في رمضان 2015؟ هو مسلسل تفاصيله كتير جدا، مسلسل ضخم بيحتاج لمجهود وتدقيق كبير جدا جدا من المخرج اللي بيقوم باخراجه. الحقيقه انه يعني لو اتكلمنا عن المسلسل الديني او التاريخي بالتحديد، هنلاقي انه في تراجع شديد اكتر يمكن من 5 6 سنوات او اكتر في طرح الموضوعات الدينيه او التاريخيه او الاسلاميه. وانا في رايي ده عامل فراغ كبير قوي مع المشاهد. يعني المشاهد المصري او العربي بشكل عام تعود انه في رمضان بيبقى عنده وجبه تاريخيه دينيه بتقدم له صفحات من التاريخ العربي والاسلامي، بتبقى صفحات مضيئه تديله نماذج رائعه بتناسب هذا الشهر الفضيل. يعني لازم نعترف انه زي ما قلت حضرتك انه حصل تراجع شديد في الفتره اللي فاتت، وده لانه مرتبط بالبعد الاقتصادي طبعا. صحيح. لانه هذه نوع من الاعمال زي ما تفضلتي بتحتاج لامكانيات ضخمه جدا، لا يستطيع ان يقدم عليها الا محطات الدول. يعني القطاع الخاص من الصعب ان هو يقدم على النوعيه دي، لانه منطقه في المكسب والخساره معروف. يعني فهو يقول لك انا هنتج وهصرف فلوس كثيره جدا، وفي نفس الوقت انه مساله التسويق او البيع بالنسبه له هي لما ينتج عمل دراما اجتماعيه بدون التكلفه العاليه قوي دي، نفس الارقام اللي بيبيعها هنا بيبيع بيها هنا، فما يخشش في المخاطره الكبيره دي. فاذا الاعمال دي او نوعيه زي ما بنقول انه لا يتصدى ليها الا محطات الدول. محطات الدول لا شك انها منهكه اقتصاديا من بعد الثورات يعني، وبقى عندها اولويات في الاهتمام اهم شويه من الدراما، المشاريع الاقتصاديه يعني التعايش الاقتصادي وكده. ده اثر كتير على المنتج المسلسل التاريخي او الديني. فالحقيقه لما عرض علي هذا العمل تحمست وتصديت له بقوه شديده جدا لاحتياجنا زي ما قلت لحضرتك للعمل التاريخي او الديني، لان الناس وحشها جدا انها تشوف عمل من خلال يعني الشكل او الاطار ده، وفي نفس الوقت حماسي الاكثر للرساله او القيمه اللي جوه العمل. اللي بتتكلم عن الدعوة المضادة للدعوات اللي بتنادي أو بتحاول أنها تقرن الإسلام بالإرهاب، أو أنه الجماعات للأسف الشديد اللي احنا شفناها اللي طلعت الفترات الأخيرة اللي اقترن اسمها بالإسلام وهي يعني بعيدة تماما، اللي مرتبطة بالعنف وبالقتل وبسفك الدماء، وده الإسلام ليس علاقة بده خالص. فازاي المسلسل بيرد على هذه الأقوال الغير صحيحة ببساطة شديدة من خلال سلوك رجل مسلم ووجوده في بلد لا تدين بأي ديانة، وإزاي من خلال سلوكه المتحضر البسيط السمح اللي فيها قبول للآخر واللي فيها دايما الحوار هو الأساس في أي نقاش أو في أي خلاف، مش السلاح ولا لا، إزاي هذه الرسالة كنا محتاجينها جدا في هذه الفترة بالتحديد. دول الحقيقة العنصرين اللي خلوني فعلا أقول لا،
ده مهم جدا انه العمل ده يشوف النور في الفتره دي بالتحديد. صحيح، هو قدم الدين بشكله الحقيقي، الدين الوسطي اللي فيه تسامح واللي بعيد كل البعد عن التطرف. لكن برضو سؤالي هنا استاذ هاني، ليه ما نفتحش موسم تاني غير موسم رمضان؟ يعني اعتقد انه برضو وجود مسلسل تاريخي مهم زي ده بكل التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عنها داخل رمضان بكم المسلسلات اللي بتتعرض فيه، ليه ما نفتحش موسم تاني غير رمضان يتعرض فيه المسلسل ده وكل التركيز يكون عليه؟ هو ده حاصل فعلا، يعني اجتمعت الجهات المنتجه والمحطات من اكثر من 3 سنوات تقريبا واتفقوا على فتح موسم اخر. وده الحقيقه كنت طول عمري بقول الكلام ده، انه مش معقوله يبقى الناس طول العام ما عندهاش عمل درامي جديد وبس في شهر واحد بتشوف 50 مسلسل. طبعا كلام مش منطقي. حصل فعلا انه المحطات فتحت اسواق جديده وبدات تعرض في شهر 10 وفي شهر 1 اعمال جديده، لكن للاسف اغلبها اعمال نقول مش مصريه، يعني اما تركيه اما هنديه، يعني بدا نخش في ده. لكن هو صحيح فعلا انه يبقى في اسواق اخرى للعرض. احنا بنامل ان شاء الله، يعني ثقتنا كده في ربنا كبيره، انه في العرض الثاني بقى في المواعيد اللي حضرتك بتقول عليها او في الشهور الاخرى انه يعاد عرضه، والناس اللي ما لحقتش انها تشوفه من خلال الزحمه والزخم الشديد دوت بس سمعت، يعني اغلب الناس تقول انه بدات تلحق اخر حلقات لانها على بال ما ده بيقول لده، والناس بتقول انه في عمل جيد فراح منها كتير، ففضلت انها تعدي رمضان وتتابعه في العرض الثاني. فاحنا بنتمنى في العرض الثاني ان شاء الله انه يحظى بقى بالمشاهده. لكن الجيد. المسلسل الحقيقه يعني بتصريحات من جميع الناس انه ضم نخبه كبيره جدا من الممثلين. صحيح. تم تصويره في اكثر من مكان وخارج. صحيح. البلد خارجي كتير جدا، وده كان في صالح المسلسل. صحيح. طبعا كلمنا عن اماكن التصوير اللي تم فيها تصوير المسلسل، منها اعتقد كان الهند من ضمن اللوكيشنز اللي اتصور فيها المسلسل. كلمنا عن اماكن التصوير وازاي قدرتوا ان انتوا تسافروا وتعملوا كل الشغل بتاعكم. شوفي الـ احنا الحقيقه المكان اللي تم اختياره لان صدور فيه الاحداث، وده يمكن برضه اللي عمل شكل جديد مع عين المشاهد، انه الاحداث بتدور في منطقه قريبه من الهند. احنا ما قلناش الهند صريح علشان العمل، احنا مفيش تاريخ لحقبه زمنيه محدده، يعني لا محدش يمسك علينا يقول انتوا ما كانتش في الفتره دي كده او كده. لا، احنا بنتكلم على مدينه متخيله قريبه من الهند. في بعض التفاصيل والملامح اللي تقول ان شبه الهند، لكن هي مش الهند صريحه 100%. فعلا اخترنا اماكن في الهند تناسب الاحداث، سواء من خارج القصور او بعض الاماكن الاثريه المعابد و الحقيقه برضو لازم هنا نتكلم على مهندس الديكور عادل المغربي. لا. المهندس الكبير قوي، انه برضو قدر ازاي يعمل ديكورات داخلي في الاستوديو تربطنا مع الخارج اللي تم تصويره كويس قوي، بحيث انه ما تحسيش ان في اختلاف او فرق بين الداخلي وبين الخارجي. ازاي في مدينه الانتاج الاعلامي قدر يعمل بعض الديكورات الخارجي اللي برضو تتوافق وتتناسب مع الخارج بتاع الهند ومع الداخل اللي في الاستوديو. يعني الحقيقه توليفه اعتقد انها كانت جيده على عين المشاهد. المؤسس عادل المغربي الحقيقه له دور كبير في انجاح المسلسل حاجة. فعلا، لا يعني اعتقد ان المسلسل كمان فرحنا كمان، لانه معظم المسلسلات الامضاء اللي هي تاريخيه دي كانت امضاء سوريا وكان بنشوف فيها ابهار كبير جدا جدا. صحيح. وده جه اوراق التوت فرحنا. صحيح. انه بامضاء مخرج مصري وهو المخرج القدير هاني اسماعيل. خلينا نشوف جزء من مسلسل اوراق التوت الحلقه الاخيره. اتفضل. تاني في اكتر من تعليق عايزه اقوله على المسلسل ده. اولا الكادر الكادرات اللي في المسلسل ده كادرات مبهره الحقيقه، سواء كان في الالوان في الديكور في الملابس في وقفات الممثلين، حقيقه زي ما نكون بنشوف حاجه جايه لنا متصدره لنا من بره. فده اذا كان بيدل على شيء فطبعا ده بيدل على مخرج عظيم. لكن كمان عايزين نقول ان الممثلين المصريين اللي شاركوا في المسلسل ده رهان اكيد كبير من حضرتك، احنا شفناهم كتير في مسلسلات تجاريه ومسلسلات عاديه، فكان من الصعب علينا ان احنا نقبلهم في مسلسلات تاريخيه دينيه. فيعني كلمني عن الرهان ده اللي قدرت بيه تنجح في مسلسل اوراق التوت. هو الحقيقه زي ما قلتي، هو كان يعني التفكير من البدايه انه عاوزين نطرح عمل دراما تاريخية التصنيف كده، لكن بشكل مختلف عن ما قدم من قبل. يعني الناس يمكن عندها تراث بصري وعندها
مجموعة من الفنانين العظام طبعا اللي كلنا بنحترمهم، لكن حصل تكرار شديد في الأعمال التاريخية، فبقت المسألة لما بيشوفوهم بتعمل نوع من الملل، مش الملل يعني، خلاص علامة هو شافهم كتير تصديق. قوي بالظبط. فكان الحرص الحقيقة إنه يعني استقدم مجموعة من الفنانين اللي بعيدين تماما عن النوعية دي، وإن الناس تبقى تشوفهم لأول مرة في الملابس التاريخية ديت وفي اللهجة دي وكده يعني. واعتقد الحمد لله انه ربنا كرمنا في دوت، انه الناس فعلا دي كانت من العناصر الجاذبه، انها بتشوف مثلا صابرين لاول مره بتعمل النوعيه دي في اللغه العربيه، هيدي بتشوف كرم لاول مره هيدي كرم يعني، محسن محي الدين مش عارف، ناس كتيره لاول مره بتشوفهم في الاطار ده او في الشكل ده، فيبقوا يطلعوا بشكل جديد ومختلف. وكان حتى الحقيقه ان عملنا بروفات كتير قوي، كان دايما تنبيه الحقيقه ليهم كلهم انه احنا مش عايزين نمارس اللغة العربية بشكل مبالغ فيه أو بشكل مقعر كده علشان نسترجع مع الناس الأعمال الكلاسيكية أو التقليدية، احنا عايزين نبسط اللغة بأقصى درجة ممكنة تتقال ببساطة شديدة جدا جدا، علشان في النهاية ما يبقاش في حاجز بينك وبين المشاهد، ونوصل لهم الرسالة بتاعتنا بهدوء وببساطة من غير ما يحس إن في يعني تقعير للغه او نوع من المبالغه الشديده. وحتى لما استعنا مثلا باحد النجوم زي احمد ماهر اللي له سابقه اعمال طبعا تاريخيه كثيره جدا، اعتقد ان كل اللي من شاهد اعترف انه وكانه لاول مره بيعمل الحكايه، لانه كان في يعني اتفاق بيننا وتعاون انه نطلع بشكل هادئ جدا جدا جدا، دون صراخ، دون مبالغه في الاداء، دون، هتبقى المسألة فعلا تصل ببساطة يعني للمشاهد. حضرتك فتحت تراك جديد لممثلين ان هم يخوضوا تجربة صحيح صحيح، اللغة المسلسلات العربية التاريخية والتاريخ الدينية. صحيح صحيح. فيعني اعتقد انه يعني عايزين نشوف حضرتك يعني تعمل لنا مثل هذه الوجبة الايام القادمة او الشهور القادمة الحقيقة، لانه حضرتك مخرج عظيم حقيقة في النوعية دي من المسلسلات، وقبل كده اخذت جوائز كبيرة صحيح جدا في وسط ما كانت المسلسلات السوري بتنجح نجاح كبير صحيح قوي قوي، وهي المستحوذة صحيح على جميع الجوائز والنجاحات في صحيح هذه المسلسلات او النوعية دي من المسلسلات. كلمنا عن المسلسل ده يا فندم. صحيح. ده الحقيقة كان في 2006، وكانت الفترة دي الحقيقة، وده كان يعني ليس عيبا ان احنا نقول ان المسلسل السوري تقدم كبير جدا جدا في النوعية التاريخية، وبدأ يعني يستحوذ على كل اهتمامات المشاهدين واعجاب المشاهدين وعلى كل المهرجانات اللي كانت بتعقد في كل الدول صحيح. العربية، وكان دايما المسلسل السوري التاريخي هو اللي بيتصدر دايما المهرجانات ويفوز بالجوائز يعني. فالحقيقه في الفتره دي كان في حرص شديد من الدوله انها تقدم عمل يليق باسم مصر يعني وبسمعه مصر، والحمد لله ان هم يعني الحقيقه كانوا جادين في ده واستدعوني، وفعلا عملنا مسلسل على باب مصر 2006، وانا الحقيقه بعتبره من اهم الاعمال اللي انا قدمتها، للاسف رغم انه لم يحظى بموقيت عرض او بشكل اعلامي جيد علشان الناس برضه تشوفه بشكل مكثف، انما كان حرص من الدوله لتقديم هذا العمل بشكل جيد وتصرف عليه كويس قوي الحقيقه، وكانت الثمره او النتيجه انه يعني يفوز بجائزه الاخراج الذهبيه على كل المسلسلات السوريه اللي كانت على مستوى عالي جدا جدا في هذه السنه او في هذه الفتره، وده كان الحقيقة شرف ويعني ده شرف لينا حضرتك يا استاذ هاني الحقيقه بجد. لكن كمان كان في رمضان 2015 حضرتك قدمت لنا برضو ولاد السيده. ولاد صحيح. السيده اتغير اسمه اكتر من مره، من ضابط وضابط وضابط وجلاد، وبعد ما الناس ارتبطت بالاسم ده جيت حضرتك فاجئتنا بولاد السيده. صحيح. فايه السبب؟ السبب لانه برضو اللي كنا بنتكلم فيه الحقيقه من بدايه اللقاء، انه يعني البعد الاقتصادي وتعثر الدولة شوية اقتصاديا خلى ان العمل تم تصويره، مش عايز اقول لك مثلا على 4 سنوات، تم تأجيله اكتر من 3 سنوات. صحيح. مش تأجيله، تم تصويره او تنفيذه على 4 سنوات يعني، احنا كنا اوكي بنشتغل ونتوقف لانه ما فيش سيولة في الدولة، فنتوقف فترات طويلة وبعدين لما تيجي السيولة نبدأ يستدعونا نشتغل تاني. فحصل ده، فالحقيقة كان في رأي احترمته انه الاسم بقى مع الناس ومع القارئ
يعني بقت المسألة انتظر المسلسل ظبط وظبط ما بيحصلش، انتظر وظبط والجلاد صحيح وما بيحصلش. بالظبط. فبدأنا انه الرأي اللي عجبني انه طب احنا نتعامل بقى على انه مسلسل جديد خالص باسم بمسمى تاني خالص، ويكون اقرب كمان للمشاهد، يعني بدل ايوه ما نقول الضابط والشرطة بشكل مباشر م-م. لا نقول ولاد سيدة اسم دارج. الحقيقة ده اختيار المؤلف الاستاذ مجدي البياري، ويبقى قريب من المشاهد ويحس انه ما فيش بينه وبينه حاجز يعني. بس ده بيعيق تسلسل الأحداث مش على الشاشة، عند المخرج عشان يطلعه على الشاشة كأنه حصل كماتيريال انا واحد. مش عايز اقول لك كم العقبات والصعوبات والمشاكل، لانك بتتكلمي على 4 سنوات فيها متغيرات كثيره جدا، طبعا يعني بتفاجئ انه ممثله عامله دايت فجاه، فهي في المشهد ده بشكل وبحجم، في المشهد اللي بعده بقت بحجم اخر، يعني ذات الحيلة على كده بالكاميرات وبالتصوير وبالاضاءه. صحيح. اطفال اشتغلت بيها عندها 3 سنوات، بدات في عندها 7 سنوات، واحده تانية خالص يعني شخصيه. فدي مشاكل كبيره جدا، مشاكل خاصه يمكن الناس بدات تنضج خلاص، حفظت حكايه الراكور او اللي هي التواصل، انه يبقى مثلا صحيح. لابس في اللبس الفلاني في المشهد الفلاني لازم بعدها يبقى نفس الملابس وهكذا. ممثلين كتير جدا جم قالوا لي احنا اربع سنين الملابس دي احنا مش لاقيينها ومش عارفين راحت فين. فدي كلها مشاكل شديده الصعوبه انه احنا نوصل للي حاصل ده، الحمد لله لا يعني. لا يعني حصل تحايل كبير الحقيقة على الزمن. يعني أنا بشكرك جدا أستاذ هاني على ربنا وجودك معانا يخليك. النهاردة، وبنشكرك على إتقانك لفنك وتقديمك لينا لمثل هذه المسلسلات، وأتمنى أشوف حضرتك قريب جدا في موسم تاني غير رمضان بتقدم لنا مسلسلات تاريخية زي دي. يا رب نتمنى الله ان احنا يدينا يعني الوقت والامكانيات والصحه ان احنا نعمل ده ان شاء الله. يديك صحه وكل سنه شكرا. وحضرتك طيب. صح السلام. مشاهدينا كان معانا مسلسل اوراق التوت، اتكلمنا عنه وشفنا جزء منه، وكان معانا المخرج القدير الاستاذ هاني اسماعيل. سيبكم مع الفاصل ونرجع مره تانية بضيف جديد في نهارك سعيد.